الله أكبر. لواء المعتصم بالله يقوم توزيع المواد الإغاثية على أهالي القرى المهجرين بسبب القصف العنيف. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لواء المعتصم بالله الجبهة الجنوبية يقوم بتوزيع المواد الإغاثية على أهالي القرى المجاورة المهجرين بسبب القصف العنيف على قواهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجزم معنا يقوم بتوزيع المواد الإغاثية على أهالي القرى المهجرين بسبب القصف العنيف. اللهم اجزم معنا وعن المسلمين كل خير. يقوم بتوزيع المواد الإغاثية على أهالي القرى المجاورة الذين نزحوا بسبب القصف العنيف على قراهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجزهم عنا وعن لواء المعتصم بالله يقوم بتوزيع الحصص الإغاثية على أهالي القرى المجاورة المهجرين بسبب القصف العنيف والأوضاع الرديئة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لواء المعتصم بالله الجبهة الجنوبية يقوم بتوزيع المعونات الإغاثية على أهالي القرى المهجرين بسبب القصف العنيف. اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين كل خير.